بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني مهندسي شبكات سيسكو في العالم العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب فيكم، أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو 82 من سلسلة فيديوهات السي سي ان اي راوتينج سويتشينج 200 120. هذا الفيديو راح يكون نهاية الفصل 12، واللي بيتكلم عن حماية الشبكة النتورك سيكيورتي. نبدأ مع السؤال الأول. السؤال الأول: أنت قمت بإنشاء نيم أكسس ليست تدعى بإغلاق المبيعات اللي هي البلوك سيلز، وأي من التالي أمر صالح لتطبيق ذلك لمنع دخول الباكيتس إلى منفذ الفاست إيثرنت 00 على راوترك؟ الجواب راح يكون هو الخيار سي، اللي هو أن أنا أدخل على المنفذ الفرعي اللي هو الفاست 00 وأكتب الأمر اي بي اكسس جروب، بعد كده اسمها البلوك سيلز، بعد كده الان، وبذلك أنا أمنحها من انها تدخل من الفاس 00. امنع مين؟ امنع الاي بي ادرس اللي بيطابق الموجود في داخل البلوك سيلز. السؤال الثاني: ما هو سطر الاكسس كنترول ليست الذي سوف يسمح لجميع جلسات ال HTTP للشبكة 192.168.44.0/24 والتي تحتوي على سيرفرات الاستضافة؟ الجواب راح يكون في الخيار B، واللي هو Access List 110 Permit TCP Any 192.168.144.0، بعد كذا 0.0.0.255 كقناع للأجهزة، قناع للشبكة، إكوال 80. أنا سمحت إنه يتم الاتصال بأي جهاز موجود في هذه الشبكة على إنه يتصل عليها من خلال المنفذ 80، وذلك لاحتواء هذه الشبكة على سيرفرات، فأنا بسمح للأجهزة بأنها أي أجهزة، شوف أنا كاتب حتى أي أجهزة، إنها تتصل بهذه الشبكة. طيب، عندي السؤال الثالث: ما هو أمر الراوتر الذي سيسمح لك الاكسس ليست المفعلة على منفذ معين انه يفعل enabled على منفذ معين؟ هنا يبغى امر الشو اللي راح يوريك اياها. الجواب راح يكون هو امر السي، شو اي بي انترفيس، مع انه راح يوريك الاعدادات، راح يوريك اعدادات كثيرة موجودة على المنفذ وايش اللي بيعمل فيه تلقائيا، ومن ضمنها الاكسس ليست. اذا كان في اكسس ليست مطبقه على منفذ فراح يوريك ايش الاكسس ليست المطبقه على المنافذ الموجوده عندك في جهاز الراوتر. طبعا احنا دائما بتشوفوني اكتب شو اي بي انترفيس بريف، انا اكتب مختصر، يعني بريف يعني وريني اختصار، بحيث ان انا اشوف بس مثلا اسامي المنافذ الموجودة عندي والاي بي ادرس وحالتها اذا كانت اب او داون. لكن لو جربت تكتب شو اي بي انترفيس راح يوريك معلومات بالتفصيل عن كل منفذ من منافذ الراوتر الموجودة لديك. السؤال الرابع يقول: قم بعملية توصيل فيما بين من اليسار الى اليمين. عندي هنا 4 اوامر شو تتعلق بالاكسس ليست، ويبغاني اوصل معانيها في الجهة اليمين. عندي الامر الاول اللي هو show access list، الخيار الصحيح اللي يطابق هذا الخيار اللي هو الخيار الرابع، واللي هو انه راح تقوم انه راح يعني راح الامر show اي بي access list راح يقوم باظهار جميع الاكسس ليست الموجودة والمعدة على جهاز الراوتر، بس هذا الامر ما راح يوريني ما هي المنافذ او اسماء المنافذ اللي تم اعداد الاكسس ليست عليها، تمام؟ لكن راح يوريني جميع انواع الاكسس ليست الموجوده لدي على جهاز الراوتر، لكن في اي منفذ هي موجوده ما راح يوريني في اي منفذ هي موجوده. الخيار الثاني اللي هو show
اكسس ليست 110. ايش راح يظهر لي؟ راح يظهر لي ما هو موجود في الخيار الاول، واللي هو انه راح يقوم باظهار لي الاكسس ليست رقم 110 فقط. ليش؟ لان هي محدد، انا قمت بتحديد انه ارني شو اكسس ليست 110، فبالتالي راح يريني معلومات عن الاكسس ليست الرقم 110. بس هذا الامر ما راح يوريني في اي منفذ من منافذ الراوتر تم اعداد و يعني وضع الاكسس ليست 110 في اي منفذ من منافذ الراوتر، ما راح يوريني هذه النقطه. عندي الامر هنا show IP access list. طب لاحظوا معايا ايش الفرق بين الاول والثاني، هنا show access list وهنا show IP access list. الجواب انه انا ممكن يكون الاكسس ليست هي تقنيه عامه تعمل مع جميع انواع العناوين، يعني ممكن يكون عندي اكسس ليست من الاي بي اكس. الاي بي اكس هذا عنوان منطقي موجود في شبكات نوفل يعادل الاي بي ادرس بس في شبكات نوفل، فبالتالي ممكن يكون عندي اي بي اكس اكسس ليست واي بي اكسس ليست. الامر شو اكسس ليست راح يوريني جميع اوامر جميع اعدادات الاكسس ليست باي عنوان منطقي تم اعداده سواء كان اي بي اي بي اكس. اما لما اجي اكتب الامر شو اي بي اكسس ليست فايش راح يظهر لي؟ راح يظهر لي اللي موجود في الخيار الثاني، واللي هو انه راح يظهر لي فقط الاكسس ليست اللي هي من النوع اي بي اللي تم اعدادها من خلال الاي بي ادرس على جهاز الراوتر. عند الامر show IP interface هذا يتم وصله مع الخيار الثالث، واللي هو انه راح يريني في اي منفذ من المنافذ تم اعداد الاكسس ليست. طبعا show IP interface راح يوريني جميع المنافذ معلومات عن حالة كل منفذ من منافذ جهاز الراوتر، ومن ضمنها راح يوريني اعدادات الاكسس ليست او الاكسس ليست اللي تم تطبيقها على المنفذ. السؤال الخامس، إذا أردت منع كافة اتصالات التلنت إلى الشبكة 192.168.10.0 فما هو الأمر الذي سوف تستخدمه؟ الجواب راح يكون الخيار C واللي هو Access List 100 Deny TCP Any، وراح نحدد الشبكة مع العنوان تبعها ونحدد ممكن نكتب تلنت أو 23. طبعا 23 يعني البورت نمبر الخاص ببروتوكول التلنت. السؤال السادس، في ماذا يتم تطبيق التي تي بي؟ طبعا التي تي بي اختصار ل ترانكينج دايناميك بروتوكول، والجواب راح يكون في الخيار بي واللي هو انه ان التي تي بي بتستخدم في عملية التفاوض في منافذ السويتش. طبعا منفذ السويتش هل يتحول، هل هو ترانك او اكسس؟ لا، هو بيكون في حالة دايناميك، يعني هو في حالة تلقائية يسموها دايناميك ديزيريبل. تمام، هو بيكون في هذه الحالة. طبعا بمجرد انك انت بتوصله مثلا مع منفذ اخر راح يشتغل بروتوكول التي تي بي اللي هو بيتم استخدامه في عملية التفاوض، فراح يرسل تي تي بي على فريم من النوع تي تي بي الى المنفذ الاخر. المنفذ الاخر لو رد عليه فعندها راح يعرف انه هو متصل مع سويتش وراح يتحول الى ترنك. اذا ما رد عليه فراح يعرف انه هو متصل مع جهاز كمبيوتر او مع سيرفر، المهم مع اي جهاز اخر غير السويتش، فعندها راح يتحول الى اكسس. هذه هي الخاصية اللي بيتم استخدام فيها التي تي بي في عملية التفاوض لتحديد نوع منفذ السويتش. السؤال السابع، ما الذي يقوم به البورت سيكيورتي؟ البورت سيكيورتي هي خاصية حماية، والجواب عندنا هنا في الخيار A واللي هو تحديد العدد الأقصى من الأجهزة المتصلة على نفس المنفذ. كذلك في لها ميزة ثانية واللي هي انها طبعا مش مذكورة هنا، واللي هي بالإضافة لأنها تحدد عدد الأجهزة، مثلا ممكن يكون جهاز 1 2 3، لأن فعليا جهاز المنفذ السويتش لا ما في له عدد أجهزة محدد، ممكن يكون unlimited، فلكن من خلال البورت سيكيورتي راح نحدد عدد الأجهزة المسموح فيها أنها تتصل على المنفذ السويتش بنفس الوقت. وكذلك من خلال البورت سيكيورتي أيضا راح نحدد
ممكن نستخدمها في تحديد من هو الجهاز المصرح له أن يتصل على هذا المنفذ من خلال كتابة الماك آدرس الخاص بهذا الجهاز أو تحديد الماك آدرس الخاص بهذا الجهاز. السؤال الثامن، ما هي فكرة التوثيق من خلال البايومتريك؟ الجواب راح يكون أن البايومتريك طبعا في الخيار بي، أن البايومتريك بيتم استخدامه في عملية التعريف الفيزيائي مثل بصمة اليد، بصمة العين، هذه الأجهزة كلها اللي بتتم استخدامها في عملية البصمة الفيزيائية الموجودة في الإنسان بيطلق عليها البايومتريك أو عملية التوثيق من خلال البايومتريك. السؤال التاسع يقول، ما هو الفرق فيما بين الستاندرد اكسس ليست والاكستندد اكسس ليست؟ الجواب الصحيح راح يكون في الخيار سي، واللي هو ان الستاندرد اكسس ليست تمنع جميع انواع الترافيك، وكذلك الخيار دي خيار صحيح، واللي بيقول ان الاكستندد اكسس ليست هي مور فليكسيبل يعني اكثر مرونة، لانه من خلالها ممكن نحدد بروتوكول معين هو الممنوع وباقي البروتوكولات مسموح فيها، اما الستاندرد لا، هي تمنع جميع انواع الترافيك لبروتوكول لجهاز معين او لشبكة معينة. السؤال العاشر، اعطي مثال على شيء يمتلكه المستخدم كفيزيائي خاص لعملية التحقق. الجواب راح يكون عندنا هنا الخيار A اللي هي الفينجر برينت اللي هي بصمة اليد، وممكن تكون ايضا عندنا بصمة العين، بصمة الصوت، هذه كلها اشياء فيزيائية بيملكها المستخدم من الممكن ان احنا نستخدمها في عملية التوثيق اللي هي الاثنتيكيشن. السؤال الحادي عشر، ما هو الخادم المسؤول عن اصدار الشهادات الرقمية في داخل الشبكة؟ الجواب راح يكون الخيار بي اللي هو الكاسيرفر، اختصار لي سيرتيفيكيت اثيوريتي، هذا السيرفر هو المسؤول عن اصدار والتحقق من الشهادات الرقمية التي يقوم باصدارها. السؤال الثاني عشر، ما هو ابسط انواع بروتوكولات التحقق؟ الجواب راح يكون بروتوكول الباب، هذا البروتوكول هو ابسط انواع التحقق، حيث انه هو بيقوم بارسال يعني عبارة عن يوزر نيم، اسم مستخدم وكلمة سر، وبيتم ارسالها الى الطرف الاخر بشكل كلير تكست، يعني نص واضح، بحيث لو كان في احد مخترق للاتصال فراح يحصل عليها بشكل واضح جدا ويمكن يستخدمها، فبالتالي ابسط انواع الاثنتيكيشن هو بروتوكول الباب. السؤال الثالث عشر، ما الذي ينصح بعمله في منافذ السويتش الغير مستعملة؟ لما يكون عندي والله مجموعة من المنافذ السويتش الغير مستعملة، ما الذي ينصح أن يقوم بعمله؟ الجواب عندي الخيار بي، واللي هو أنه راح لابد أن يتم إغلاق جميع هذه المنافذ اللي غير مستخدمة الموجودة في السويتش، وبعد كذا الخيار دي اللي هو أنه يتم وضع هذه المنافذ الغير مستعملة، يتم وضعها في داخل فيلان غير مستعملة، وهذه الفيلان الغير مستعملة يتم إنشاءها مخصوص عشان يتم وضع المنافذ الغير مستعملة فيها. طيب ليش احنا قمنا بهاي الخطوتين؟ علشان ما يتم استغلال هذه المنافذ الغير مستعملة في تركيب واتصال أجهزة غير مصرح فيها في داخل الشبكة. السؤال الرابع عشر، ما هو الأمر الذي يشفر كلمة السر الخاصة بمنفذ الكونسول في ملف الستارت اب؟ طبعا الجواب حيكون الخيار دي، من خلال الجلوبال مود راح نكتب الأمر سيرفيس باسورد انكريبشن، من خلال هذا الأمر راح يتم تشفير كلمة السر الخاصة بالكونسول في ملف الستارت اب فايل، بحيث لو كتبنا الأمر شو رانينج كونفيج فراح الإعدادات راح تظهر أمامنا، من ضمن الاعدادات اللي هي الباسورد الخاصة بالكونسول راح تكون مشفرة، بحيث لو كان في احد بجوارنا او يراقب الشاشة فما راح يتمكن من فهمها لانها راح تكون مشفرة. السؤال الخامس عشر،
ما هي الطريقتين لتسجيل العنوان الفيزيائي في المنفذ من خلال البورت سيكيورتي؟ البورت سيكيورتي واحد من فوائده ان احنا نحدد الماك ادرس اللي راح يكون مصرح له انه يتصل بهذا المنفذ دون سواه. فعندنا طريقة من طريقتين، الطريقة الاولى اللي هي الاستاتيك في الخيار A، واللي هي ان انا اقوم بكتابة الماك ادرس يدويا على المنفذ. طبعا اذا كان عندي شبكه كبيره فراح تكون العمليه متعبه، فعندها راح الجا للخيار الثاني الاستيكي، وهو طريقه انه يتم تسجيل الماك ادرس أو انه اول جهاز راح يتصل بالمنفذ السويتش هو اللي راح يتم تسجيله تلقائيا كماك ادرس مسموح به دون سوى ان يتصل بمنفذ السويتش. السؤال السادس عشر، ما هو الأمر الذي يشفر بالنوع السابع للإنيبل باسورد؟ الجواب راح يكون الأمر الإنيبل سيكريت. هي المفروض مش النوع السابع، اللي المفروض النوع الخامس اللي هو الـ MD5 إذا ما خاب ظني. نعم الـ MD5 النوع الخامس، نعم صحيح تمام. بس هنا خطأ مطبعي، مش النوع السابع وإنما النوع الخامس، راح يكون من خلال الأمر Enable Secret، راح تشفر الأمر من النوع الخامس وهو اللي ينصح فيه. بس إذا كان قصده فعلا النوع السابع فعند الأمر Surface بس اللي هو الأمر Enable Password، بعد كذا حكتب Surface Password Encryption فراح يتم تشفيره بالنوع السابع. السؤال السابع عشر وبيقول، ما هو من انواع اجراءات البورت سيكيورتي؟ احنا عندنا ان احنا نحدد مثلا عدد جهاز معين، انه عدد اجهزه معين يتصل بالمنفذ، احنا نحدد من خلال البورت سيكيورتي انه الماك ادرس الجهاز صاحب الماك ادرس هو مسموح له انه يتصل والباقي لا. طيب في حال مخالفه ذلك فما هو الاجراء الفايوليشن او انواع الاجراءات اللي ممكن نفعلها من خلال البورت سيكيورتي؟ احنا عندنا ثلاثة اجراءات ممكن نفعل واحد منها. الاجراء الاول اللي هو البروتكت، والاجراء الثاني اللي هو الريستريكت، والاجراء الثالث اللي هو الشت داون. السؤال الثامن عشر، تلقائيا كم عدد الاجهزة التي سوف تكون قادرة على الاتصال بمنفذ السويتش الواحد؟ الجواب راح يكون الليميتد الخيار A، كل سويتش حسب طاقته. في سويتشات ممكن توصل حتى 100,000 وبعد كده تبدأ يعني تحصل لها انها تعلق وتهنك. طيب كيف ممكن منفذ واحد يتصل بعدد كبير من الماك ادرسز؟ ممكن ان المنفذ هذا يكون متصل بجهاز الهاب، وجهاز الهاب هذا متصل بجهاز هاب اخر، وكل جهاز هاب متصل مثلا فيه 9 اجهزة، فممكن هذه كل الاجهزة تكون قادرة على انها تتصل مع بعضها البعض وتتصل مع الاجهزة الاخرى الموجودة في السويتش من خلال منفذ سويتش واحد. وهذه تعتبر طبعا خاصية، تعتبر ثغرة امنية ممكن استغلالها في تركيب اجهزة غير مصرح لها في داخل الشبكة، لذلك لازم ان احنا ننتبه لهذه النقطة ونتأكد انه يدعم مثلا عدد معين حسب اللي احنا محتاجينه. اذا كان والله جهاز واحد فاذا لازم نفعل البورت سيكيورتي ونخليه فقط يدعم العمل على جهاز واحد فقط كحد اقصى. اذا كان والله لا في هب وراح يشتغل عليه جهازين ثلاثة فنحدد انه عدد جهازين او ثلاثة كعدد اقصى وهكذا. يعني تحديد العدد الاقصى مهم جدا وهذا يتم من خلال البورت سيكيورتي. السؤال التاسع عشر، ما هو الجهاز المسؤول عن حماية الشبكة؟ طيب الجواب الصحيح راح يكون الخيار دي. جميع الأجهزة في الشبكة هي تكون مسؤولة عن حماية الشبكة. دائما نسمع انه مثلا في بتوع تبع الأمن وإيش بيقولوا دائما، انه يقول لك الأمن مسؤولية الجميع، وهذه مقولة صحيحة، الجميع مسؤول عن الأمن والحماية، سواء لو كنا هنتكلم على مستوى المدينة أو البلد أو حتى على مستوى المبنى. المبنى الواحد مثلا الجميع مسؤول عن حماية المبنى، تمام. يعني تخيل معايا مثلا عندي ساكن من سكان المبنى هوايته اللعب بأنابيب الغاز، يعني تمام،
وإهمالها، وممكن يؤدي ذلك إلى انفجار. طبعا هذا راح يضر كل ساكني المبنى، فمسؤولية أمن المبنى هي فعليا مسؤولية الجميع، مش بس مثلا مسؤولية حارس المبنى فقط، هي مسؤولية الجميع. نفس الفكرة مثلا عندنا هنا الشبكة، فعليا هل يوجد جهاز معين بعينه هو المسؤول؟ لا، صحيح عندنا أجهزة في الشبكة بتكون مهمتها الأساسية هي حماية الشبكة، لكن كل جهاز في الشبكة مسؤول عن حماية الشبكة. مثلا زي ما ذكرنا مرة أن أجهزة الكمبيوتر لازم يكون عليها أنتي فايروس، طيب تخيل لو إحنا ما حطينا عليها أنتي فايروس وسوينا أفضل إعدادات على جهاز الراوتر والسويتش وجبنا فاير وول، بس إحنا كده ما حمينا الشبكة الداخلية، إحنا كده ممكن المستخدمين يجيبوا يحملوا ملفات فيها فايروسات، أو حتى يمكن يركب لك يو اس بي على الجهاز في له فايروس وينتقل الفايروس كانتقال النار في الهشيم على جميع الأجهزة الموجودة عندك في الشبكة. فبالتالي انت كل الاعدادات اللي سويتها على الراوتر والسويتش كحماية وفاير وول وغيره ما نفعت، انت كده سويت داون للشبكة كامل بسبب انك انت مثلا اهملت جانب الحماية من ناحية الأجهزة نفسها، أجهزة الكمبيوتر، من ناحية انه لابد ان تحتوي على مضاد فيروسات ويكون محدث بشكل دوري وهكذا. فكل الأجهزة الموجودة عندك في الشبكة هي تعتبر شريكة في عملية حماية الشبكة. السؤال رقم 20 والأخير اللي هو متى نستطيع أن نصل إلى كامل حماية الشبكة؟ الجواب العملي والحقيقي والواقعي هو في الخيار سي، واللي بيقول أنه لا يوجد حماية شبكة بالكامل. لو سألك أحد في الانترفيو تقول يقول لك أنت كيف توصل لي شبكتي إلى حماية آمنة 100%، فتأكد أنه يا إما هو مش فاهم حاجة أو بيمتحنك من الآخر يعني. فردك عليه حضرتك لا يوجد حماية اسمها 100%، في الحياة أساسا ما في شيء اسمه 100%، وكذلك الحماية لا يوجد، لا مهما صرفنا على الشبكة كحماية لا ما راح نوصل إلى حماية 100%. تمام، هيقول لك طيب ايش لازمة الحماية؟ طيب لازمتها ان انا اقلل من المخاطر، اقللها الى اقل شيء ممكن انا اوصل له، لكن هل اضمن لك 100%؟ لا ما اقدر اضمن لك 100%. ليش؟ هيقول لك طيب لماذا ما تقدر تضمن لي 100%؟ لان الاشرار اللي نقدر نسميهم الاشرار، الهاكينج، المخترقين وغيره، هذول الناس بيتطوروا، يعني هم ما بيوصلوا عند شيء معين، ولما يشوفوا انه والله اجهزة الحماية قدرت تصد هذه الاشياء المعينة اللي هم قاموا باختراعها، خلاص يزعلوا ويجيهم احباط وينتحروا وخلاص والحياة صارت سودة ويجتنبوا. لا، هم في الحياة واقعيا لا، هم بيتحمسوا بزيادة وبيحاولوا يلاقوا ثغرات جديدة، يحاولوا يطوروا من فيروساتهم، يحاولوا يطوروا من برامج التجسس، فبالتالي هم مش جالسين، هم في حالة تطور دائم. تمام، وبالتالي دائما راح يكونوا حيتوصلوا الى اختراق، الى ثغرات جديدة، الى اختراقات جديدة، الى فيروسات جديدة، فبالتالي عملية الحماية هي عملية برضه راح تتطور معاهم، وهما الاثنين راح يتطوروا، الاشرار والطيبين، المهاجمين والمحامين، كلهم راح يكونوا في حالة تطور مستمر، فبالتالي لا يوجد ابدا حماية كاملة بنسبة 100% لأي أننا نوصل شبكة لحماية 100%. إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، والذي أتمنى أن يكون قد نال على إعجابكم واستحسانكم، وبهذا الفيديو نكون وصلنا إلى نهاية الفصل المتعلق بحماية الشبكة، وحتى ألقاكم إن شاء الله في الفيديو القادم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.